أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات دراسة اللغة الفرنسية. النهاردة هنتعلم مع بعض تعبير فرنسي، ما أعتقدش إننا هنلاقي التعبير ده في أي كتاب من كتب دراسة اللغة الفرنسية، سواء كتب للكلمات أو كتب للقواعد. التعبير ده هو تعبير فرنسي أصلي، بمعنى إنه بيستخدم داخل المجتمع الفرنسي بكثرة، مش واصل لينا إحنا كمصريين أو كعرب. التعبير ده هو tomber dans les pommes. tomber dans les pommes. طيب نعمل عملية تحليل لكلمات التعبير. الكلمة الأولى هي كلمة tomber. tomber يعني يسقط. dans بمعنى في. les pommes. les pommes يعني التفاح. الترجمة الحرفية للتعبير هي يسقط في التفاح. ما رأيكم في هذه الترجمة؟ يسقط في التفاح. طبعا الترجمة الحرفية للتعبيرات تكون خاطئة، وغالبا ما يعني غالبا ما تكون مضحكة، ولكن المعنى الصحيح وراء هذا التعبير هو يفقد الوعي. نعم، يفقد الوعي أو يسقط مغشيا عليه، أو بمعنى آخر يغمى عليه. فمثلا تقول Je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes. يعني أنا أغمى علي، أنا سقطت مغشيا علي. ملحوظة بسيطة، إن التعبير إحنا بنستخدمه مع حالات الإغماء البسيطة اللحظية، يعني مثلا لما تكون تعبان من شيء ودايخ جدا وخلاص وقعت، أول ما تقع على الأرض والناس تتلم حواليك ويسندوك تاني، هي دي بمعنى tomber dans les pommes، إن أنت تسقط فاقدا للوعي لفترة بسيطة. Je suis tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. وبكده نكون انتهينا من فيديو التعبير tomber dans les pommes. أتمنى إن إحنا نستخدم التعبير بكثرة علشان نحفظه كويس. كمان أتمنى حاجة مهمة، شير للفيديو بقدر الإمكان علشان نوصل لكل محبي ودارسي اللغة الفرنسية. شكرا، وأشوفكم في الفيديو القادم وتعبير جديد. أهلا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى كمان إنكم تعملوا 3 أشياء مهمة جدا. 1 لايك للفيديو، 2 كومنت للفيديو، 3 شير للفيديو. عندي أمل إننا نعمل شير للفيديو 100 مرة، وكل اللي هيعمل لايك أو كومنت أو شير للفيديو سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك هيكون ليهم عندي هدية حلوة جدا. شكرا، وأشوفكم في الفيديو القادم. أهلا.